عمم وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسعيرة علاج حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات الخاصة، بحيث تكون تكلفة العزل في غرفة من الدرجة الأولى 250 دينارا، وتكلفة العزل في غرفة مشتركة 150 دينارا لليوم الواحد. وحول الموضوع ينضم إلينا مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان. أهلا وسهلا بك دكتور الخشمان. أهلا بك. حياك الله. على يا سيدي، بداية، كيف سيتم فرض الرقابة ومتابعة الأسعار على الخدمات التي يتم تقديمها من قبل هذه المؤسسات الخاصة للأشخاص والمستفيدين والمصابين أيضا؟ أول شيء اسمح لي، خليني أمسي عليك وعلى كادر المملكة، القناة اللي بنعتز احنا كنا فيها، أمسي على أبناء وطننا وعلى جلالة سيدنا. حاب إذا سمحت لي بعد إذنك يعني أوضح شوي في الخبر اللي تفضلت فيه. تفضل. هو تم اتخاذ قرار من قبل معالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر يوم أمس بتسعير اللي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة لدخول مرضى الكورونا إلى المستشفيات الخاصة. نعم. وزي ما تفضلت حضرتك، حابين ننوه ونوضح شغلة، اللي هي هذه التكلفة، تكلفة المريض في غرفة الدرجة الأولى عزل تام 250 دينار في الدرجة الأولى، شاملة ها الإقامة والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى الفحوصات التشخيصية، بالإضافة إلى الصور الشعاعية، بالإضافة إلى أدوية رفع المناعة، بالإضافة إلى معالجة الأعراض المصاحبة للمرض، بالإضافة إلى الإشراف الطبي من قبل استشاري أمراض صدرية، بالإضافة إذا احتاج المريض إلى استشارة طبيب نفسي، بالإضافة إلى التنقلات من وإلى مكان الإقامة، وكما قررت لجنة الأوبئة اللي هي في مدة الإقامة 10 أيام اللي حددها التي تم تحديدها من قبل لجنة الأوبئة، وبالإضافة للموضوع المهم جدا اللي هي المستهلكات والمستلزمات الطبية. نعم، إذن هذه الأسعار شاملة جميع الخدمات والعلاجات والعناية التي يتلقاها المصاب المقيم في المستشفى بغض النظر عن مستوى الخدمات الفندقية التي يتم تقديمها وتلقيها. نعم سيدي، هذه كل، خلينا نحكي، كل شيء يتطلب تقديمه إلى المريض حتى يغادر المستشفى إن شاء الله بصحة جيدة، هذه كلها من ضمن تكلفة الغرفة أو اللي هي درجة أولى. بالإضافة نعم. إلى في عنا غرف، تعرف يعني مش بس درجة أولى، في غرف مشتركة برضو، كمان تكلفة المريض في الغرفة المشتركة كانت 150 دينار برضو شاملة لما تم ذكره آنفا. وبالنسبة للأطفال في غرفة العزل الطفل 200 دينار برضو، بالإضافة إلى الخدمات التي قدمت والتي ذكرت، وممكن يكون مع الطفل مرافق وأبوه وأمه ممكن أو أي مرافق إن كان، تكلفة المرافق في غرفة العزل 100 دينار. نعم، نلاحظ فرق سعر ما بين الإقامة للأطفال المصابين والأشخاص البالغين الكبار، ما هي طبيعة الخدمات وخصوصيتها التي تقدم للأطفال ممن يتم استقبالهم من المصابين؟ بتعرف يعني ممكن الطفل يكون بحاجة، خلينا نحكي شوي، لرعاية أكثر، عرفت كيف، من البالغ في العمر. بتعرف يعني الطفل يصنف من، خلينا نحكي، من سن 6 شهور 8 شهور حتى سن 13 أو 14 سنة، عرفت كيف؟ فممكن يكون بده الخدمة أكثر، أو خدمة خلينا نقول مش إنه والله اهتمام أكثر، لكن ممكن يكون الخدمة التي تقدم للطفل يعني تستوجب عناية أكثر شوية من البالغ، عرفت كيف؟ فلذلك هذه التكلفة موجودة. بالإضافة إلى الخدمات، ممكن الطفل يعني المريض، خلينا نحكي المريض العادي ممكن ما يحتاج لطبيب نفسي، لكن عندي الطفل ممكن يحتاج إلى طبيب نفسي، عرفت كيف؟ هذا هو يعني نظرة الوزارة كانت لهذا الموضوع بهذا الشكل. نعم، كوننا نتحدث عن خدمات مقدمة من القطاع الخاص، كيف لمتلقي الخدمة هنا تقديم الشكاوى في حال كان لديهم أي ملاحظات للتواصل مع وزارة الصحة؟ هل تم تخصيص رقم ساخن للتواصل أو ما إلى ذلك؟ سيدي العزيز، كما ذكر معالي وزير الصحة يوم أمس لما تم الإعلان عن هذه التسعيرة، بأنه في عنا إحنا في مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في عنا قسم كامل للرقابة، وهذا القسم معني بهيك مواضيع وفي هذه الشكاوي،
واي شكوى من اي مواطن احنا بنستقبلها عن طريق اما كتابه ممكن يكتب لنا اياها، ممكن يبعث لنا اياها عن طريق الواتس او مواقع التواصل الاجتماعي كامله، ممكن على ارقام الشكاوي في وزاره الصحه، ممكن على المنصه الالكترونيه برضو كمان يقدم الشكوى، واحنا جاهزين الفرق الموجوده في مديريه تراخيص المهن الرقابيه بالتابع ان شاء الله تطبيق قرار معالي وزير الصحه. نعم، شكرا لك الدكتور ناصر الخشمان مدير مديريه ترخيص المهن والمؤسسات الصحيه في وزاره الصحه، كنت معنا عبر الهاتف.